خليني اكون صريح وياك، واللي نحكي بالسياسه اليوم اكثر من القضايا، نعم. يعني القراءه الخبريه، نعم. ليست فقط ايران قلق استاذ احمد، وانما حتى المجموعات السياسيه، انا اسميهم مجموعات سياسيه جروبس الحاكمه في العراق. انا ما اريد احرجك واحرج برنامجك الى طبيعه اخرى، ولكن هذه المسميات يجب ان تكون واضحه. هذه المجموعات السياسيه هي اكثر قلقا فيما اذا العراق تمكن ان يستقل اقتصاديا، وبالتالي يستقل بملف الطاقه ويذهب الى دول صحيح عندها اغراض محدده ولكن ليست اغراض سياسيه، واقصد هنا مثلا دول الخليج العربي، عندها اهداف اقتصاديه ومحاوله خلق الاستقرار في المنطقه حتى هي تطمئن. هاي اهدافها واضحه مثل السعوديه العربيه وكذا، وهذا ليس تمجيد باحد وادانه لاحد، لا، هذا هو الواقع. هذه الانظمه القائمه مثل النظام في السعوديه ما يقارب 200 عام السعوديه هي انشئت، وانشئوها البريطانيين، والنظام الملكي الان له عمر مديد، وهذا النظام يحاول فقط ان يكون بهذا المستوى، يعني ما يريد يكون عنده مخالب ويخترق هنا ويخترق هناك. ولذلك العراق مهم بالنسبة للسعودية، ولكن السعودية تنظر إلى إيران، هل سوف يؤثر ذلك على طبيعة العلاقة المزعومة الآن التطبيع ما بين إيران والسعودية، فيما إذا ذهبت السعودية بتنفيذ الرغبة الأمريكية بأن تنتزع، لاحظ كيف التعبير أستاذ أحمد، هي أمريكا تريد أن تنتزع ملف الطاقة من يد إيران، ملف الطاقة العراقي هذا، وتضعه بيد حلفائها. نعم، الأطراف الداخلية العراقية هي أكثر قلقا من إيران، ولذلك تحاول ان تعيق ذلك وتخلق كثير من المعوقات امام هذا تنفيذ هذا المشروع. الجانب الاخر الحقيقه هذا راح يفتح باب استقلال سياسي للعراق بالمناسبه، يعني في ماذا استطاع العراق مو بهذه الحكومه، طبعا الحكومه ما راح تنفذ اي شيء، وهي عمرها بدا يصبح واضح عمرها قصير. الان اطراف مهمه، الطرف الكردي اذا انسحب، والولايات المتحده الامريكيه عندها تقرير قريب جدا حقيقه عن طبيعه هذه الحكومه، يعني سوف تسمعه في العلن انه هذا التقييم الاساسي لاداء هذه الحكومه، وبالتالي اذا فشلت في اجراء الانتخابات هذا ايضا مؤشر على انه تذهب الاطراف الى انتخابات مبكره، فهي سوف تحل في اقرب وقت. لذلك هذه الحكومه لا تعول عليها بانه تؤدي هذا الدور اللي تحدث عنه جنابك، مساله ان ننتزع ملف الطاقه من يد ايران ونضعها في بيد حلفاء امريكا، وبالتالي يستقل العراق اقتصاديا اولا ويستقل في ملف الطاقه وينتقل ذلك للاستقلال السياسي. هذا لن يكون في ظل هذه الحكومه. ايران تسعى باي شكل من الاشكال ان توجد بدائل، اي بمعنى ما هي البدائل؟ تريد ان تصل الى اتفاق شامل مع الولايات المتحده الامريكيه، وتعرف جنابك موضوع التفاوض على الملف الطاقه النوويه، وانه هم وصلوا يعني الريتشمنت وصلوا الى 60%، الان اكو في تراجع، الايرانيين احفظوا ضمانات، وهذه لك جنابك وتدري، انت سمعت جنابك في حلقات سابقه تحدث على الموضوع، لكن اكو اخبار مؤكده انه الايرانيين بداوا يعني يخفضوا نسبه التخصيب الى مستويات حتى يعني يشجعوا الامريكان على ان يخوضوا بالتفاصيل. من ضمن التفاصيل الحقيقه الامريكان يبعثوا رسائل الى ايران انه يجب ان تتخلي عن الميليشيات، ويجب ان تبتعدي عن التدخل في دول المنطقه، وان منها الحقيقه ترتيب الأوضاع الاقتصادية للمنطقة، فلا تكوني طرفا مثلا مع الصين فيما يعرف بطريق الحرير، ويجب أن لا تكوني كذلك أنت أداة تخريب للتقدم الأمريكي اللي تريده أمريكا في المنطقة وفي العراق. كل هذه الملفات يا أستاذ أحمد هي مطروحة على طاولة واحدة، من يحسم الأمر طبعا الولايات المتحدة الأمريكية والشعب العراقي فيما بعد.